الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزى إخواني جايين من العاصمة خير الجزاء، جونا بالتوحيد وجونا متأخرين، وخير الشيء المتأخر ولا ما يجب كل مسلم. ونحن والله حسا حضرنا كلام عن التوحيد عن المعاملات، ولكن بقينا نبكي على ناس فاتوا، كانوا مع الأشراف، كانوا مع محمد سمان المرغني، كانوا مع مين وكانوا مع مين، يلا صيروا شو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن مد في أيامنا أن يدينا أخيرا ناس يتحدثوا عن التوحيد. فإخوة الإيمان، أنا بدأ اليوم العلماء كتب، ولكن فيهم من يتباع، وفيهم من يدخل السياسة، وفيهم الآن إحنا في قضية البيرة. إيه رأيكم إذا في علماء مؤيدين ومعتبرين نفسهم علماء؟ معتبرين نفسهم علماء. سمعت انا واحد بيتحدث من السعوديه انه يفنط لنا كتاب الصف السادس اللي جايب لنا فيه اني لماركل ولا منو، يعني بيعلمنا، يقول انتم ما فاهمين الكلام، ما فاهمين الكتاب ده. هل هذا نعتبره علامه؟ فانا لا ادري ايه الخلاف الدابي في وسط العلماء. يعني كان عندنا علماء، عندنا ناس الافتاء، عندنا حسا الاتحاد، اتحاد العلماء السوداني، عندنا مليون حاجه باسم العلماء، ولكن للاسف الشديد علمهم بنسمعه في الاذاعه لكن ما مرتاحين له. لكن لو جاوا ومسلين امامنا كنا بنناقش اهلنا ديل يا اخوانا الشماليه دي، خاصه منطقتنا منزمل ما غريب، اكثر منطقه فيها تدين كان، ولكن في فتره من الفترات زي ما بتذكروا عن القبب وعن زياره المقابر وطعن الجريد وما عارف تكب الحصى فوق الليلات وتبني القبر، تكتب الآية تمشي تغز في القبر، ده كله ما مفروض يحصل عندنا في الشمالية، خاصة لأنه نحن منبع الدين، نحن بنعتبر نفسنا يمكن أكثر ناس موحدين. ولكن في فترة من الفترات إحنا علماء ذاته هوسوا راسنا، طوائف كثرت، ناس الدعوة ماشيين وجايين في كل مسجد، يعني حاجة تسمع مين وتخلي مين. لكن اليوم أصدقكم القول، أنا عمري 72 سنة، اليوم استفدت، الله الله الله، اليوم استفدت، أصبحت أبكي لوالدي وإخواني الذين سبقوني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي هؤلاء المشايخ خير الجزاء، وأرجوكم أن توعدونا هذا الجمهور الملهوف المشتاق الفاتح خشمه 200 ناس مزلم الفقير، هؤلاء الناس دي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلوا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن.
واقول لكم انتوا يا الوفد دايما المطلوب، والله ان احنا قبل ما نشكركم انتوا مشكورين من عند الله ان شاء الله. ربنا هداكم واعطاكم هذا العلم، وارى انكم لستم ببخلاء بعلمكم، انما بنسمع في الاشرطه مجمعات الجامعات في جوا السوق كل حديثكم بنسمعه، لكن مرات ما بنجمع، مرات ما بنجمع زي القعده دي. انا كل ما اسمع في اذاعه ولا اسمع في منتدى بتاع جامعه ولا في حديث في المقابر، اما نكون مباشرة الحديث مباشرة والنقاش مباشرة، هذا هو الاستفادة. فأسألكم بالله لا تنسون أن تعودوا لنا ولو في السنة مرة، لأنه يا أخوان الجيل الجاي ده والله عايزينهم يكونوا يمشوا لربنا المضاف، يبطلوا السحر، يبطلوا مشي الفقراء. يا رب نجح ولدي الحبان اللي انتم تقولوا لمنتشرة. اما حديثكم اليوم ان شاء الله الحدود كلهم حيكونوا ايه؟ مسكوا الكلام ده زي ما قال الجاهلية، شخص واحد شخص واحد اجرك انت الله عزيز. ونحن في الختام نشكركم على جريتكم دي. جزاك الله. منتوا اولاد المنطقه كرروا الزيارات قبل ما نحن نلحق الله. جزاك الله. تعالوا لنا يا اخوانا اسعفوا الجيل الجديد ده، ما دام حتى على مستوى الحكام ظهر الفساد وظهر الكتب اللي بتقولوها دي، فنحن دايرين واحد يشيلنا. نطلب من الله، لكن ازاي اكون غير ابو سبب نشر هذا الجيل الجديد ان شاء الله. شكرا لكم مره ثانيه. جزاك الله. جزاك الله. وسامحوني انا عباس عبد الله محمد احمد اذا شويه كذا صوتي ارتفع يعني. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاه الله خير. موضوع العلماء يا جماعه، ربنا ما خلانا ساكت. ربنا بيّن لنا أنه الاختلاف حيحصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي اختلاف، حتى أكثر من اختلاف اليهود والنصارى، ودي مصيبة. لكن بيّن لنا الحل شنو. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل، وده كلام عمنا جزاه الله خير، الحل شنو؟ فعليكم بسنتي. ما قال عليكم بالحزب الفلاني، ولا قال عليكم بالجماعة الفلانية. كل زول صح دار يجي شنو؟ زي ما قال الشيخ دار يجي يسوقك معه. ليه؟ عشان يكبر كومه ينزل بك يفوز. دي خلاصة الموضوع. العلماء والناس والشيوخ والجماعات والأحزاب المختلفين دارين حاجة واحدة بس، دارين يأكلوا الدنيا دي. أما أنت لو دار الآخرة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. انتهى الموضوع. وإياكم محدثات الأمور. إذا مسكت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مسكت في القرآن والسنة، أنت نجيت يا جماعة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين أو شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما حتضل أبدا، ولا تسأل حتمشي مع من، ما تمشي مع أي زول ولا أي زول. لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله القرآن ده وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الناس الماتوا فاتوا، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دي عمنا طولت العمر في طاعة الله وكل الحاضرين، ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الناس الماتوا أمرهم إلى الله،
عز وجل إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يرحم جميع المسلمين الموحدين. وبعد كلام عمر ثاني أنا ما شايف ما في داعي للكلام كلام ما بينزاد. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين.